مين؟ مين؟ افتحي. عايز ايه؟ بقولك افتحي. انت عايز ايه مننا؟ السيجارة خلصت وعلبة بحالها خلصت ولحد دلوقتي مشفتش راند. انت ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره، اطلع بره بقول لك. لو راجل خرجني بره وريني يا اخي. اطلع بره يا ابن الواد يا كلب. عندك حق، وانا مش زعلان منك على فكره. انا لو مكانك والله العظيم كنت عملت اكتر من كده، بس برضه هتطلق. بره، اطلع بره. طلق. ادخلي جوه، تخش جوه بقولك. بقولك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير. انت تطلقها من هنا وانا هسيبك تخرج من الحرم من هنا. مش بس كده، والله هجيب لك دكتور لحد عندك يداويك على حسابي، والله اقسم بالله على حسابي. ولما ربنا يكرمك كده وتتعافى ان شاء الله كده هاخدك من ايدك اطلعك عند باب الحار. طلعها بقى، اخلص. قلت ايه؟ تحب الهانم ست الحسن والجمال تعيش ارمله ولا متطلقه؟ ها طلقها يا انت. لا راجل يا راجل. كفايه كفايه، طلقني يا سامح. طلقني. العب بقى، ايه الحلويات دي؟ الست بتقولك طلقني يا عم، مش حباك، مش مستريحه معاك. قولها تاني، قولها تاني والنبي، قولها تاني. مش هطلقك. كفايه يا ابو سيدي. الست بتقول لك طلقني، لا مؤاخذة يعني، مش عايزه تكون مع راجل لا بيهش ولا بينش. طلقها يا عم. طلقني عشان خاطر. اخلص. طلقني يا سامح. سامح ابو سيدي طلقني. ما تطلقها يا كفايه كفايه، طلقني طلقني يا سامح. انت طول قلت ايه يا حالتها؟ مبروك مبروك، اقسم بالله فرحان. اه والله يا فرحان. شيليبي ونانا رجاله، ما ينفعش يكون معاها بعد كده، هي متحرمه عليه خلاص. يا حبيبي يا سامح، انا انا معاك انا معاك انا معاك منهم لله منهم لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اوعي تكوني زعلانة علشان طلقك، عليها الطلاق تبقى غلطانة. اسمعي مني، بكرة تقولي يا ريته طلقني من زمان وحياتك عندي لعيشك الحياة. طب اقولك على حاجة، خدي دي هتنسيك الدنيا وكل اللي حصل وكأنه لم يكن. بعد عني. هو أصله ما كانش عندي حل تاني، أصله ما ينفعش يبق فيا قدام الناس واسكت. الناس هتتمرد عليا، ولو صوت واحد عيلي وأنا سكت الكل هيبجح. طب أقول لك على حاجة، انسي اللي فات وكأنه لم يكن، ولو على المحل أنا هرجع أصلحهولك على حسابي. أه والله على حسابي. وعلى سامح انا مش هقرب له تاني، خلاص بقى ابعد عني. وماله، دلع البنات يحلى ويزيد البنات غلاوه،
كلها 3 شهور يا حلاوة، وده بقى في عزمتي. أنا هجيب لك دكتور. لا بلاش يا عم فتحي. بلاش إزاي؟ ده أنت مش قادر تتحرك، لازم أجيب لك دكتور. ما هو لما يجي الدكتور يا عم فتحي هيسألك مين اللي عمل كده، وأنت مش هتعرف ترد، ويمكن يبلغ. مش مهم ما يبلغ، وهو عنده ده إيه؟ مسكنا من رقابينا، هي موتة ولا أكتر. أنا خلاص بعد منير ابني ما مات ما عادش بيهمني حاجة، أنا بقى اللي هبلغ عنه، راح أوديه في 60 داهية. هيحصل يا عم فتحي، بس خليك معايا أنا تعبان قوي. أنا مهلك، أنا مهلك يا ابني، الله يرحمك يا منير. هو الوحيد اللي كان بيقف قدامه ويصده، وأنت بعد منه يا ابني. الله يرحمك يا ابني. الله الله، ده أنت بتنزف. يا واحدة يا واحدة، اتفضلي يا بنتي اتفضلي. انا شفتك داخل بسامحني. ايوه في الاوضه جوه، ادخلي له يا بنتي ادخلي له. معلش يا بنتي معلش، انا السبب في اللي انتوا فيه ده. ايوه انا السبب، لكن لا مش انا السبب، الحاره كلها السبب في اللي انتوا فيه ده. الحركة كلها شافتكوا وسكتت، اللي ما في حد منهم نطق بكلمة ولا فتح بقه، اللي ما حد منهم وقف يتصداله، كلهم حسسوه إنه أقوى واحد في الحتة. ما هي كده، ما تروحش تربط نفسك في ساقية وبعدين تلوم اللي بيغميك وبيضربك وانت تدور زي الحمار حوالين نفسك. هي كده يا بنتي، هي كده. أنا آسف. على إيه؟ أنت عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ أنت بالنسبة لي كل الدنيا، أنت بالنسبة لي أرجل وأحسن حد فيها. أنت فاكر إنه كسر، فاكر انه اقوى منك؟ غلط. لو كان اقوى منك ما كانش جاب بلطجيه يكتفوك ويضربوك، كان وقف قصادك راجل لراجل. لكن هو اجبن من انه يعمل ده. انا مش ممكن اسيبك، ومش ممكن استسلم للحيوان ده. لازم تكون متاكد. ما نطقتهاش وانا ما سمعتهاش، مفيش اي عرف ولا قانون في الدنيا كلها يعترف بالطلاق ده. عارف ليه؟ انت مش مجرد واحد انا اتجوزته، انت حياه اتمنيت اني اعيشها. دايما اقول لك ما بتقوليش ليه بحبك، ما اقدرش استغنى عنك، كنت بتبص لي وتسكت وتضحك.
لما كنا بنتخانق كنت بزعل انك ما بتصالحنيش، وما كنت بسألك كنت بتبصلي وتسكت وتضحك. دلوقتي بس انا عرفت ليه ما كنتش بتقول. عارف ليه؟ عشان انت بتحب بجد، واللي بيحب بجد ما بيلاقيش كلام يعبر عن اللي حاسس بيه. انا النهارده بس شفت في عينيك نظره عمري ما كنت اتخيل انك بتحبني الحب ده كله. انا عمري ما هلاقي زيك، عمري هتمنى غيرك، عمري ما هقدر اكون مع حد غيرك. رايحة فين؟ نازلة. هتنزلي فين؟ انت هتباتي معانا هنا؟ مش هينفع. ليه بس مش هينفع؟ عشان هيدور عليا، واكيد هيدور عليا هنا اول مكان، وانا مش عايزاه يعرف اني سامح هنا، مش عايزاه يعرف اني سامح هنا قبل ما يخف ويرجع يقف على رجليه ويرجع زي الاول واحسن كمان. وانا متأكدة انه لو رجع زي الاول محدش هيعرف يصده عن عبده. أنا عارفة جوزي كويس أوي. ما تخافيش عليه، وتعالي هنا بيت أبوكي في أي وقت. أنا عارفة. تصبح على خير. يا ريت كان في إيدي حاجة. يا ريت يا بنتي. يا ريت. مع السلامة يا ماما. خلي بالك عليه. من عينيا. مع السلامة. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.